السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من التناصح ونبدأها بأبرز العناوين. الخارجية الإيطالية تؤكد دعوة موسكو على أعلى مستوى في مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا. رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب يقول إنهم بانتظار مجلس الدولة للتصويت على آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد. مرور عامان على ذكر اختطاف الأمين العام لهيئة علماء ليبيا الشيخ نادر العمراني، ولا زالت القضية طي النسيان. تفاصيل النشرة، أهلا بكم. أعلنت الخارجية الإيطالية أن رئيسها إنزو ميلانيزي يؤكد خلال لقائه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو الاثنين المقبل الدعوة لمشاركة روسيا على أعلى مستوى في مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا المقرر انعقاده منتصف نوفمبر المقبل. وذكرت الخارجية الإيطالية في بيان لها الجمعة إن المحادثات ستخوض في دراسة مفصلة للوضع في ليبيا ضمن المنظور المشترك للدفع بالأمن والاستقرار، إضافة إلى تبادل الآراء والتوجهات فيما يتعلق بالمشهد المعقد للشرق الأوسط. يشار إلى أن إيطاليا تستعد لاستضافة مؤتمر دولي بشأن الأزمة الليبية في 12 و13 من نوفمبر القادم بمدينة باليرمو، ومن المتوقع مشاركة أطراف رئيسية من داخل ليبيا وخارجها. يبدو أن الطرف الدولي الحاضر الغائب في الأزمة الليبية مقبل على الدخول للملف الليبي عبر مؤتمر باليرمو. روسيا الدولة الحليفة لقائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر مدعوة وبقوة للمشاركة في مؤتمر إيطاليا حول ليبيا. الخارجية الإيطالية أكدت في بيان رسمي الدعوة لمشاركة روسية على أعلى مستوى في مؤتمر باليرمو خلال لقاء الوزير ميلانيزي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو الاثنين المقبل. الإصرار الإيطالي على دعوة ومشاركة موسكو للمؤتمر مرتبط بحضور حفتر، كما رأى مراقبون الأمر الذي أكدته صحف ووسائل إعلام إيطالية الأيام الماضية، وما يفسر كل ذلك ما عنونته وكالة آكل إيطالية عن دور روسي مفترض لإقناع حفتر بالمشاركة في مؤتمر صقلية. المؤتمر المرتقب في إيطاليا محاولة جديدة لرأب الصدع وتقريب المسافات بين الأطراف السياسية الليبية، هذا هو المعلن، غير أن ما تقوم به إيطاليا التي تسعى جاهدة لدعوة أطراف تعد سببا رئيسيا لاستمرار الفوضى والنزاع في ليبيا ينبئ بما لا يحمد عقباه. فهل سيكون مؤتمر باليرمو محطة أخرى لدعم الانقلاب في ليبيا وترقية قائده إلى طرف سياسي رئيسي في الأزمة الليبية؟ أم أن مخرجاته ستكون مشابهة لما جاء به مؤتمر باريس؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن التساؤلات التي ينتظرها الليبيون. قال عضو ورئيس لجنة الحوار بمجلس النواب المنحل عبد السلام نصية إن الأنظار متجهة نحو مجلس الدولة للتصويت على آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد. نصية عبر تغريدة له بموقع تويتر السبت أكد بأن آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد أحيلت إلى المجلس الأعلى للدولة والبعثة الأممية، مضيفا بأن هذه الآلية كانت نتائج حوار طويل بين أعضاء من مجلس النواب المنحل والأعلى للدولة. قال عضو مجلس النواب المنحل جلال الشويهدي إن قائد ما يعرف بعملية الكرامة خليفة حفتر قد أنشأ ميليشيات خاصة به مكونة من أبنائه وأبناء عمومته لقمع كل من يقول لا في المنطقة الشرقية. الشويهدي في تصريحات صحفية سبت أضاف إن القوات التي يقودها حفتر عبارة عن ميليشيات مشرعنة وليست جيشا نظاميا، وتعمل بمنظومة ميليشيات النظام السابق. وأوضح الشويهدي إن النواب في طبرق لا يستطيعون حتى المطالبة بمساءلة حفتر أو رئيس أركانه الناظوري عما يحدث في المدن الشرق الليبي من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن قوات حفتر تستمد شرعيتها من المؤسسات السياسية الموجودة ولا تؤتمر بأمرها وفق تعبيره. أفادت مصادر من مدينة بنغازي بنجاة طارق دبيش مدير مكتب عميد بلدية بنغازي السابق أحمد العريبي من محاولة اغتيال ببنغازي السبت.
المصادر أشارت إلى أن مسلحين مجهولي الهوية اعترضوا سيارة دبيش بمنطقة الفويهات في بنغازي وأطلقوا عليه النار قبل أن يلوذوا بالفرار. يشار إلى أن مجموعة مسلحة مجهولة اعتقلت في مدينة بنغازي عميد البلدية السابق أحمد العربي ونجده من منزله واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. تمر اليوم 6 أكتوبر، الذكرى الثانية لاختطاف الأمين العام لهيئة علماء ليبيا الشيخ نادر العمراني رحمه الله. وبحسب شهود عيان إنه وفي 6 أكتوبر سنة 2016 اقتادت مجموعة مسلحة الشيخ نادر العمراني من مسجد الفواتير بمنطقة الهضبة بطرابلس إلى جهة مجهولة. وبعد مضي شهر من اختطافه تم إعلانه على خبر وفاته بعد أن اعترف أحد المتهمين. هذا ولم تفصح الجهات القضائية والنائب العام تفاصيل الحادثة والجهات المتورطة فيها. تحل الذكرى لاغتيال الشيخ الدكتور نادر العمراني، وما زالت وزارة الداخلية والمجموعات المسلحة التابعة لها والمعنية بحفظ الأمن في طرابلس بعيدة عن الحادثة، ولا تحرك ساكنا مصحوبة بصمت مروع من النائب العام. نادر العمراني كاد يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله بصوت عالي. ترى حكيم فرغ فيه كلاش كامل، مخزن كامل فرغ فيه. إيه فرغ فيه شيخ نادر العمراني. بعد مرور عامين على اغتيال الشيخ الدكتور نادر العمراني على يد مجموعة مسلحة، لا زالت القضية طي النسيان بالرغم من الاعترافات والتحقيقات الجنائية التي أثبتت أن المنفذين مقربان من قوة الردع الخاصة، وهما عبد الحميد مقادش المعروف بالغولة وأحمد الصافي المعروف بالشرقاوي. سبق عملية اغتيال الشيخ نادر رحمه الله حملة تحريضات قادها مفتي التيار المدخلي محمد رسلان، والمتهم المباشر في الإفتاء بالقتل المروع والداعم الرسمي للخلاص من الشيخ لينكر في تسجيل مصور معرفته بالجنة أو الفتوى لهم. وقع مع الدكتور نادر العمراني، فقد قامت مجموعة من الخوارج بخطفه وترويعه وترهيبه وتعذيبه وتصفيته وقتله بدم بارد بلا رحمة ولا شفقة. إن من يقوم بخطف مسلم وترويعه وتفزيعه فضلا عن تعذيبه وترهيبه، فضلا عن سفك دمه وإزهاق روحه وهو يتشهد شهادة الحق لا إله إلا الله، لا يكون إلا تكفيريا خارجيا جلدا. إنكار لم يكن له بد من قوله، ولكن أقوال وأفعال الرجل تكذب ما جاء في التسجيل. فالتحريض الدائم على القتل هو ذأبه وسيرته في خطبه ومجالسه ودروسه التي يلقيها. لا تشتري منه ولا تبع ولا تسلم عليه ولا ترد عليه سلاما. خطاب لا يختلف عاقلان على أن رسلان ذأب عليه في كل خطبه، فتارة يصف الآخرين بالخوارج وتارة بالإخوان وأخرى بالمجرمين، مصحوبا بتأييد مطلق لولاة الأمر في بلاده. بدع وخرج وأخوان نظراءه في ليبيا، اللهم إلا من حمل عقيدته أو من اعتبرهم جيشا، الأمر الذي يفتح الباب واسعا وعلى مصراعيه لكل الاحتمالات. ولكن سيبقى 24 نوفمبر 2016 شاهدا على الجناة، وإن أهملهم النائب العام أو أنكرهم رسلان أو تواروا إلى حيثهم. Thank you.
رحم الله شيخنا نادر العمراني. رحبت البعثة الأممية إلى ليبيا بالتقدم الذي أحرزته لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بموجب القرار رقم 1303 وبدعم من الأمم المتحدة. وأعربت البعثة عبر صفحتها الرسمية عن تشجيعها للخطة المقدمة من اللجنة والتي تنص على انسحاب المجموعات المسلحة من المؤسسات السيادية واستبدالها بقوات نظامية تابعة للرئاسي للمصادقة لبدء التنفيذ. وكانت لجنة الترتيبات الأمنية قد شكلت بعد الاتفاق مع أطراف النزاع في جنوب طرابلس على وقف إطلاق النار مقابل إخراج كافة التشكيلات المسلحة من المؤسسات السيادية في طرابلس واستبدالها بقوات نظامية. وبالعودة إلى قضية واختفاء ومقتل الشيخ نادر العمراني رحمه الله، معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني السابق لكي نعرف الوجه القانوني في هذا الحادث. في البداية أستاذ محمد مرحبا بك. يا أهلا وسهلا. مرحبا. برغم من وجود اعترافات لبعض الجنات، القضية لازالت مغلقة بالكامل ولم يتحدث عنها أي جهاز قضائي داخل دائرة الدولة الآن في هذه الدولة الليبية الموجودة حاليا الآن. يعني أي نتائج يعني سوف يتلقاها أهالي الشيخ أو أحبابه وأنصاره ومحبيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالرغم من أن هذه الجريمة البشعة هزت أركان المجتمع الليبي والأمة الإسلامية كلها، نحن نعتبر قتل العلماء كقتل رئيس دولة، لأن الله سبحانه وتعالى يعني عندما أمر بطاعة أولي الأمر العلماء والمفسرون قالوا العلماء والأمراء، فعندما تقتل عالما كأنك قتلت رئيس دولة. مانيش عارف كيف أن النيابة العامة وأجهزة الأمن والتحري لم تحرك ساكنا طيلة سنتين ولم تشعر بالزلزال الذي أصاب المجتمع الليبي والأمة الإسلامية كلها بمقتل الشيخ نادر العمراني. الحقيقة يعني الجريمة فاقت حدود التصور في البشاعة. والغريب أن هؤلاء الذين قتلوه
من الواضح جدا انهم لا يبتغون مالا ولا كان من اجل السرقه ولا من اجل الحرابه يعني من اجل المال، ولكن القتل كان يستهدف نمطا معينا او توجها اسلاميا معينا، ويراد احلال توجه اخر مقنوع في اقضيه المخابرات الامريكيه ومؤلف في المملكه العربيه السعوديه جاينا بالهدف السعودي لقتل علمائنا وقتل من يامر بالمعروف، الذين يامرون بالمعروف يامرون بالنفس. هؤلاء الذين استعجلوا الحقيقه، انا يعني استغرب من عمقهم وجهلهم، ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حذرنا من ظاهره او من حاله انتزاع العلم، قال لا ينتزع الله العلم انتزاعا ولكن ينتزعه بقبض العلماء. الحاله التي تترتب عليها فتنه الا هي ان يتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. هؤلاء استعجلوا هذه الحاله بقبض العلماء. لا ادري اي حمق واي جهل اصاب هؤلاء القوم حتى يمدوا ايديهم الى عالم جليل مثل الشيخ نادر العمراني رحمه الله. طيب استاذ محمد، ما الذي يمكن ان تقوم به الجهات القضائيه الان في مثل هذه الحالات؟ نعم، الجهات القضائيه في مثل هذه الحالات ما الذي ينبغي عليها ان تقوم به؟ الجهات القضائيه بدأ هناك رأس خيط عندما كان جهاز المخابرات أو أحد الأجهزة الأمنية التابع للحكومة قبض على أحد المشتبه به وسجل معه اعترافات، وبدأ هناك رأس خيط وذكرت أسماء. لماذا لم تستدعى هذه الأسماء للتحقيق؟ لماذا لم تستدعى هذه الأسماء للإدلاء بشهادتها بما تعرف عن هذه الواقعة؟ تكذب هذا القائل او تصدقه او يحقق معها في الموضوع، لا شيء. اكثر من مؤتمر صحفي، عده مؤتمرات صحفيه عقدها مكتب النائب العام واشار فيها الى جمله من الاعمال والتحقيقات والاتحادات الى المحاكم، لم يشر اشاره واحده الى هذه الجريمه التي تعتبرها زلزالا هز المجتمع الليبي وهز الدوله الليبيه. هناك اشاره غريبه، هناك يعني بساط استفهام كبيرة حول موقف النيابة العامة، حول موقف الأجهزة الأمنية المسيطرة على طرابلس الآن والتابعة لحكومة الوفاق. حتى حكومة الوفاق لم تشر، لا أذكر أنها أصدرت بيانا أو حددت موقفها أو أمرت بالتحقيق أو أمرت بجمع الأدلة. ما هذا التواطؤ على السكوت، بالسكوت على الأقل. يعني كأن المسألة يعني شيء عادي كأي عملية. نحن الدماء جميعها حرام، نحن نعتبر دماء الأبرياء والذين لم يعتدون على أحد الفساد نعتبرها كلها حرام، ولكن دم العلماء الذين يعني جلادهم يوزن بدم الشهداء هذه جريمة كبرى هزت الأستاذ محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني، كنت معنا، نشكرك جزيلا. أعلنت الحكومة الأمريكية عن إسهام الدنمارك لصالح صندوق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمليون دولار أمريكي لدعم العملية الانتخابية في ليبيا. وقالت السفارة الأمريكية في طرابلس في بيان لها إن الإسهام يهدف إلى زيادة قدرة اللجنة المركزية الليبية للانتخابات البلدية على دعم نشاطات تثقيف وتوعية الناخبين وتسجيلهم وتعزيز مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية. وأضاف البيان إن حكومتي الولايات المتحدة والدنمارك تعلنان دعمهما المشترك لتعزيز العمليات الانتخابية في ليبيا، وذلك خلال حفل توقيع أقيم في تونس الخميس الماضي. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن توزيع مساعدات غذائية لما يقارب عن
12,000 شخص من النازحين العائدين إلى ديارهم بعد حرب ميليشيا كرامة على مدينة درنا. اللجنة على صفحتها الرسمية بفيسبوك أوضحت أن المساعدات تكفي المستهدفين لمدة شهر واحد، مضيفة أنها وزعت مواد منزلية تتضمن البطانيات وأدوات الطهي وغيرها. وأشارت اللجنة إلى أن هذه هي عملية التوزيع الثالثة التي تقوم بها فرق اللجنة، لجنة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الليبي، منذ شهر يونيو الماضي في مدينة درنا. أعلنت الشركة العامة للكهرباء بأنها نجحت في إعادة ربط وتوحيد الشبكة العامة على مستوى المنطقة الغربية. الشركة عبر صفحتها الرسمية أوضحت بأن فرق قسم خطوط طرابلس الزاوية المرقب انتهت من صيانته وتوصيل دائرة الهضبة رقم 1 جنوب طرابلس، والتي تعمل بجهد 220 كيلو فولت، مشيرة بأن أعمال الصيانة لازالت جارية لإعادة تشغيل الدائرة رقم 2 وإنها اقتربت من انتهاء صيانتها. استلمت محطة الوقود بسبها عددا من شحنات الوقود بعد توقف دام لفترة من الزمن بمساعدة مديرية الأمن الوطني بالمدينة. المديرية وعلى صفحتها الشخصية بالفيسبوك قالت إن المحطات التي استلمت الوقود وباشرت في توزيعها بشكل منتظم وعدم وجود خروقات أمنية أو تنظيمية وبحماية قوات الأمن. صرح رئيس قسم الإعلام والنشر بشركة ليبيا للاتصالات والتقنية مراد بلال بأنه لا صحة لما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي من شائعات بخصوص تغيير أسعار الخدمات. يذكر أن صفحة تحمل باسم شركة ليبيا للاتصالات والتقنية كانت قد نشرت بخصوص تغيير أسعار خدمات الإنترنت، وهو ما نفاه المكتب الإعلامي للشركة محذرا من التعامل مع الصفحات المزورة. ولازلنا في النفي، حيث نفت الخطوط الإفريقية وتداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن رفعها لأسعار تذاكر الطيران. وأكد المتحدث باسم شركة الخطوط الإفريقية عمران الزبادي لبعض وسائل الإعلام عن عدم صحة تلك الشائعات، مضيفا إن تذاكر الطيران التابعة للشركة لا زالت بنفس التسعيرة القديمة، ولم يطرأ أي تغيير على خلفية إقرار الإصلاحات الاقتصادية. أعلن ميناء طرابلس البحري عن استقبال 60,000 طن من القمح والوقود من بداية أكتوبر الجاري. وحدة المعلومات بقسم المناولة والتخزين بالميناء أوضحت الخميس في تعميم لها إن الميناء قد استقبل 20,000 طن من القمح، فيما بلغت كمية البنزين والغاز المسال 30,000 طن. كما استقبل الميناء 211 حاوية، بالإضافة إلى عدد 350 من الطرود تضم بضائع مختلفة. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل: جهاز النهر الصناعي يحذر من مغبة استمرار الاعتداءات على خطوط نقل المياه. أكاد أصيح إخواني خذوني، أودعكم فلست أطيق عيشا لا تراكم به عيني، وقد فارقتموني.
يقولوني ألا يا إخوة في الله كنتم على المأساة لي خير معين أودعكم أودعكم وكنتم في طريق الشوك وردا يفوح شذاه عطرا من غصوني لئن لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون أودعكم أودعكم فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون أودعكم 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 بدمعات العيون أودعكم وأنتم لي عيوني أودعكم بدمعات العيون أهلا بكم من جديد. أعلنت إدارة المنطقة الجنوبية بمنظومة الحساونة سهل جفارة بجهاز النهر الصناعي عن استمرار عمليات تدمير الآبار العاملة بالمنظومة. وأفادت الإدارة عن موقعها الرسمي عن تخريب طال البئر رقم 31 بالحقل الجنوبي ليصل عدد الآبار الخارجة عن الخدمة إلى 73 بئر، مشيرة إلى أن المستهدف من التخريب هو محول الطاقة الكهربائية. يشار إلى أن منظومة الحساونة تتعرض كل مرة إلى اعتداء تخريبي يطال الآبار العاملة، الأمر الذي أدى إلى توقف إمدادات المياه عن المنطقة الغربية بشكل متكرر. هذا وقالت إدارة جهاز النهر الصناعي إن فرق الصيانة بإدارة المنطقة الشمالية لمنظومة الحساونة تمكنت من صيانة تسريب المياه الكبير بصمام الهواء المسار الأوسط بعد الاعتداء عليه من قبل مواطنين وتركيب وصلة غير شرعية لمشروع سوف الجين الزراعي. وأوضحت الإدارة في منشور لها إن أعمال الصيانة تمت بدون إيقاف ضخ المياه للمدن والمشاريع الزراعية بالرغم من مخاطر وصعوبة تنفيذ أعمال الصيانة، مشيرة بأن هناك نقصا في الآليات والسيارات لكثرة أعمال السرقة والاعتداءات. وكانت الإدارة قد حذرت من استمرار الاعتداءات على أبار النهر الصناعي وبإيقاف الإمداد المائي للمناطق الشمالية من مصراتة حتى طرابلس ومناطق الجبل الغربي. تمكنت دورية لحرس السواحل القطاع الأوسط بالتعاون والتنسيق مع سفينة غلافس ميغان من إنقاذ عدد 30 مهاجرا غير شرعي من جنسية أفريقية. من جهة أخرى تمكنت دورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل الزورق زوارة من إنقاذ عدد 84 مهاجرا غير شرعي معظمهم من السودان، وتم اقتيادهم
إلى نقطة إنزال ميناء الخمس، حيث تم تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم وتسليمهم إلى جهاز الهجرة غير الشرعية بمدينة الخمس. أعلنت بلدية أبو سليم عن استكمال العمل بمشروع مختنق تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي بمحلة باب غشير. البلدية عبر صفحتها الرسمية أوضحت الخميس بأنه تم تفعيل المشروع بعد توقفه لفترة، مشيرة بأن نسبة الإنجاز بمراحل متقدمة، مؤكدة بأن المشروع سيسهم في حل مختنق مياه الأمطار والصرف الصحي الذي تعاني منه هذه المحلة. نفت السفارة الليبية بالعاصمة السودانية الخرطوم ما تنقلته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمل البعثة الليبية في الخرطوم ومطالبة رعاياها بالمغادرة ومنع المواطنين السودانيين من دخول ليبيا خوفا من تفشي مرض تشيكانوجيا. السفارة في بيان رسمي لها أكدت أن البعثة تمارس عملها في العاصمة الخرطوم بكامل طاقمها بشكل اعتيادي ولا زالت تمنح التأشيرات للسودانيين وفق الضوابط المعمول بها، مضيفة أن حركة الطيران لا زالت مستمرة بشكل اعتيادي بين البلدين وفق نص البيان. يشار إلى أن مرض تشيكانوجيا انتشر في مدينة كسلا شرق السودان وخلف ما يقارب عن 13,650 من المصابين بحسب تصريحات حكومية. بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعالله السبت مع رئيس مجلس إدارة شركة ريسيوغو ومديرها التنفيذي رومان بابانوف على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الروسي فرص التعاون المتاحة بين الطرفين. وقدم بانوف عرضا عن إمكانية الشركة في مجال الخدمات النفطية وعن معدات الحفر المتنوعة لديها، منها الخفيفة الخاصة بصيانة الأبار والثقيلة والتي يمكنها الحفر لأعماق تتجاوز 20,000 قدم، معربا عن دعم الشركة الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط واستعدادها لتنفيذ مشاريع استكشافية وإنتاجية حتى في أصعب الظروف. نشر موقع بتروليوم إنكوبيست تقريرا ذكر فيه أن إنتاج ليبيا النفطي يمر بتحد كبير وأنه يخطو خطوة إلى الأمام مقابلها خطوتين إلى الوراء بحسب الموقع. وأشار التقرير إلى أن الهجوم الذي شنه تنظيم الدولة على المقر الرئيسي للمؤسسة يعتبر أقصى اختبار له حتى الآن. التقرير أضاف بأن العائدات من قطاع النفط والغاز بلغت 13,600,000,000 دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وهو أعلى من قيمة العائدات في عام 2017. هذا وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية لم يكن بسبب تخفيض الجمهورية الإيرانية لمعروضها، ولكن بسبب وجود أزمات في بعض الدول المصدرة للنفط والتي على رأسها الدولة الليبية. وكالة بلومبرج الأمريكية نشرت حوارا أجرته مع بن سلمان السبت رد فيه على التصريحات الساخرة الصادرة من الرئيس الأمريكي ترامب والتي قال فيها بأن السعودية لا تستطيع حماية طائراتها من دون حماية الأمريكية. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب قد هدد الملك سلمان قائلا إن الولايات المتحدة هي من تحمي السعودية ومن دوننا لن تتمكن السعودية من البقاء في الحكم لأكثر من أسبوعين حسب كلام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب. والآن إلى أسعار العملات في السوق الموازي الليبي. أخبار الطقس.
نهاية الأخبار وعودة للعناوين. الخارجية الإيطالية تؤكد دعوة موسكو على أعلى مستوى في مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا. رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب يقول إنهم بانتظار مجلس الدولة للتصويت على آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد. مرور عامان على ذكرى اختطاف الأمين العام لهيئة علماء ليبيا الشيخ نادر العمراني، ولا زالت القضية طي النسيان. جهاز النهر الصناعي يحذر من مغبة استمرار الاعتداءات على خطوط نقل المياه. دمتم في حفظ الله ورعايته.